السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى أنكم تكونوا في أحسن حال. هذا اليوم الثاني عندنا هنا في السفر ديالنا. نوت مخصر شوية من النعاس، تبدلت عليا البلاصة، المهم راكم عارفين. المهم دابا عاد نوضنا من النعاس كما كتشوفوا. دابا غادي نمشيو نفطروا ونقدوا عليه ونقدوا حالتنا، ومن بعد نرجعوا لكم. يلا نشوفوا ديك الساعه فين غادي نمشيو. المهم اول حاجه غادي نديرو هي نمشيو نقدوا حالتنا، ديك الساعه نشوفوا شنو غادي نديرو فين غادي نمشيو. يلا خليت لكم الراحه، من بعد نرجعوا لكم. يلا السلام عليكم. صافي راه نوضنا دابا مزيان، قدينا فطرنا ماشي حق قبيلتي، كافينا النعاس. المهم دابا كيما راه صبح شويه ديال الجو مبدل، البارح شفتوا البارح كان الجو مقاد والشمس وهذا، اليوم صبح شويه ديال البرد وصبح الريح. المهم كان ضروري ان نلبسوا علينا. اليوم كيما قلت لكم غادي نمشيو لواحد البلاصه واحده اخرى، ما غادي نبقاوش هنا، غادي نمشي عند واحد الصديق ديالي بعيد شويه. هادشي هذا غادي نصوروا لكم ملي غادي نخرج. المهم بعيد شويه، غادي ما كاين، ما غنمشيو لا في الطاكسي لا في كار لا حتى بحاجه، حيت المهم غادي نمشيو مع هذا. انا غادي نصور لكم الطريق، هو كاين في هذه البلاصه اللي كاين فيها انا، كاين مور هذا الجبل هذا اللي وريت لكم البارح، واحد الجبل كاين مور انا، كاين مور هذا الجبل هذا. غادي نمشيو له، غادي نمشيو لعندو على الرجل. انا ما عارفش الطريق، ما عارفش ديك البلاصه هذيك، وعمرني مشيت ليها في حياتي. غادي نتصل به غير في التليفون، غادي يبقى ينعت ليا دوز من هنا دوز من هنا دوز هذا الجبل هذا. المهم غادي ينعت ليا غير في التليفون، غادي نمشي لعندو صافي. الشكاره ديالنا هي هذه، الشكاره ديالنا هي هذه، جمعناها صافي. الحويجات ديالنا كاينين تما، غادي نلبسوها علينا وغادي نشدو الطريق. هادشي اللي كاين، غادي نبقاو معنا من بعد حتى نشوفو الطريق منين غادي ندوزو. ما عارفش اول مره غادي نمشي، المهم غادي نتوكل على الله وغادي نمشي غير بالتليفون. غادي يبقى يتصل بيا دوز من هنا دوز من هنا، نتمنى ما نتلفش في الطريق ولا شي حاجه. يلا واحد الكليب تما، متخافش منو. دابا رجع صاحبي ما كيعيط، دابا رجع صاحبي ما كيعطني ما كيدير حتى شي حاجة. قبل ما نمشيو غادي نوريكم واحد الحاجة واحدة أخرى، غادي نوريكم واحد الحاجة واحدة أخرى، ولكن شوف شنو دايرين في البابات. قافلين علينا الباب، واخا قافلين علينا الباب غادي ندخلو. شوف شنو كاين هنا. السلام عليكم، فين الجارة؟ لاباس عليك؟ شوف تبارك الله شنو كاين هنا، ما شاء الله. شوف هادي صغيرة مزيونة، هادي هي ماماها، هادي كتنعس هنا حدا ماما باش كتنوض ترضع فيها وداكشي. تبارك الله، موالتين هنا مع بعضياتهم. اللي مزيونة فيهم هي هادي صغيرة ما شاء الله عليها. ايه شنو سميتك؟ شنو سميتك؟ ما بغاتش تقول لنا شنو سميتها. صافي هادشي اللي كاين، غادي نخرج ونشوف عاوتاني هنا. هي هذيك الطريق اللي غادي نمشيو فيها واللي نزلت فيها من الكار، غادي نهودو لتما وغادي نمشيو، غادي نمشيو مع هادشي هادي العكس اللي كنت جيت فيها. المهم نشوف شنو كاين، نشوف واحد الولد غادي يمشي معايا شوية في الطريق، نشوف شنو كاين. صافي حنا دابا انطلقنا، خرجنا من الدار، الدار هو هدا، الدار اللي كنا فيها هو هدا. شفت وصلت هنا عاد داك الكلب دابا بدا كيغوت عليا. صافي هادشي اللي كاين، هادي هي الطريق، هاد الطريق خاوية حيت ما ماشي الطريق كيدوزو فيها الناس بزاف ولا. المهم شوف الجو كيفاش الصباح اليوم، شاف شاف. عقلت البارح ملي كنت واقف الفوق، ملي كنت واقف تما كنت كنصور لكم على هاد البلاصة هادي، كنت كنصور لكم هاد البلاصة هادي. شفتو كنتو كتشوفو هنايا، كنتو كتشوفو هنا الجولة والديور وهذا. شوف دابا شنو كاين هنايا، كيطلع هنا هذا الشرقي كيلو كيبقى كيقفل كل شيء، كيبقى كيبان حتى حاجه. شفت زعما غيبان لكم حتى شي حاجه. شوف داك الناس اللي كانوا هنا البارح كيخدموا هنايا البارح، فين هما فين هما فين هما، هما هذوك الناس اللي كانوا كيخدموا هنايا البارح. يعني كنت كنوريهم لكم، كانوا تحت كيبانوا لكم الجبوله والديور والى اخره. شفت دابا كاين هذا الشرقي هذا ما كيبان حتى حاجه، وهذا الشرقي هذا ما غيساعدناش اننا نمشيو لعند داك الصديق ديالنا. كاين هاد الجبل هذا مور هاد الجبل اللي المهم غادي نمشي واحد المسافه طويله.
الشرقي هذا يعني غي صعب علينا اننا نمشيو. المهم نتمنى والله دعيو عليه حتى نتوما دابا عرفتوا علاش انا واقف هنا. واقف هنا كنستنى واحد جوج دراري كاينين معانا هنايا. واحد جوج دراري قالوا بان غادي نمشيو لواحد الفيلاج اللي كاين هنا قريب، غادي نمشيو له غير على الرجل. وغادي نمشيو مع بعضياتنا في الطريق، هما يمشيو يقريو الغرض ديالهم وثاني نمشي في حالي تما. مازال تعطلوا لي انت كتشوف غادي نوقف حتى يخرجوا داك الدراري ويساعدوا شد الطريق. شوف داك الدراري اللي كنا كنستناوهم راه جاو لعندي وتحركنا انا وياهم شويه في الطريق. جينا انا وياهم شويه في الطريق وعيط لهم واحد صاحبهم بقاو كيستناوه. انا يعني باغي حيت ما عارفش شحال ديال الدراري تابعين بغيت نبقى كنستنى. اصلا حنا غادي نتفرجوا عليهم شوف هذه هي البدا ديال داك الطريق هذيك. صافي راه حنا خرجنا من هذيك الطريق اللي كيدوز معها الطوموبيلات والطريق الرئيسيه ودابا دخلنا في هذيك الطريق. هذه هي المدخل داك الحومه ولا داك القريه ولا ما نعرفش شنو غادي نسميوها كاع. المهم هي هذه كما كتشوفوا يعني كاين عادي يعني جابوا لها عاتاني وهذا، ولكن ما عارفش انا فين غادي نمشيو هنا. انا دابا غادي نتصل به غادي نقول واش نبقى هو دا غير مع هاد الطريقه هادي ولا غادي نمشي نشد شي بلاصه وحده اخرى ولا ما عارفش. المهم خليكم معنا ونشوف شنو كاين. السلام عليكم. عرفتوا شنو وقع؟ والله العظيم الا تلفت على الطريق، اصلا انا ما عارفش الطريق وتلفت بديت كنصوني هذاك الاول التليفون ما كانش عنده الريزو ولا ما نعرف فين كان. صافي بقيت متلوف وانا المهم هو داكك في الطريق غير هو وصافي غير غادي في الطريق. وانا نتلاقى هاد الدراري ديال المدرسه هادو لقيت الدراري ديال المدرسه لقيت ماشي معاهم. كاين هنا الصداع. شوف كاين هنايا واحد كيحفرو بها الماء. بلاتي نفوتو هاد الصداع. شوف داك الدراري اللي تلاقيت معاهم راه هما دابا ماشيين في حالهم. انا اتصلت بهذاك الصديق ديالي هو كاين غير هنايا دابا غادي يجي يتلاقاني. صافي انا دابا وصلت الحمد لله وصلت في سلام، ولكن عرفتي شحال ضربنا ديال الطريق. غادي نقول لكم تقريبا 20 كيلومتر ديال الطريق اللي ضربناها غير على رجع. عرفتي كيفاش رجعنا بالغبابر وهذا. المهم على كل حال باش نكتشفوا بلاصه جديده ونكتشفوا مناطق جديده. يلا نخليكم حتى نشوفوا فين كاين هذا الصديق هذا. السلام عليكم ورحمه الله. واخيرا رجعنا لكم. شوف من بعد ما خرجنا من الصباح من داك البلاصه اللي كنت فيها دابا الحمد لله راه وصلت عند داك الصديق ديالي اللي قلت لكم، يعني وصلت الحمد لله في امان. واخا تعذبت شويه في الصباح راه ضرب راه مسافه بعيده الاخوان. عرفتوا شحال؟ تقريبا كيلومتر. خرجت نقدر نقول لك خرجت مع 10 ديال الصباح وصلت حتى مور الظهر مع جوج ديال النهار مع جوج تقريبا هكاك وصلت. عاد وصلت المهم الحمد لله مشيت للدار الى اخره ارتحت يعني صليت الظهر كنت مازال ما صليتوش. المهم تغديت ارتحت مزيان. دابا تقريبا راه العشيه يعني دابا وقت العصر فات دابا هادي يعني تقريبا 5 ديال العشيه. المهم صافي دابا خرجنا لهنايا يعني خرجت من الدار شويه يعني خرجت. داك الصديق ديالي ما بقاش معايا يعني مشى عنده شي شغل هنايا عنده شي شغل في الارض. المهم هو كاين هنا دابا الفلاحه والى اخره يعني كيخدم هو. المهم انا بقيت تما في الدار بوحدي بغيت نخرج نشوف شنو كاين.
شوف هاد البلاصه هادو ما كنعرف فيهم عندنا حتى حاجه، ماشي بحال المنطقه الاخرى اللي كنت فيها. المنطقه الاخرى يعني كنت كنقول لكم هادي سميتها شنو، سميتها هاد البلاصه هادي، هادو شنو سميتها، هادو شنو كيديروا هنا. هاد البلاصه هادي فحالي فحالكم، ما كنفهم فيها والو، عارف هنا حتى شي حاجه. هاد البلاصه هادي ما عارفهاش، هاد البلاصه هادي ما عارفهاش. عارف حاجه واحده، انا نقرب لكم الكاميرا. شوف عارف حاجه واحده، هاد البلاصه هادي انا تنقربها لكم. هاد البلاصه هادي شوف، هاد البلاصة هادي، هادي كيقولوا لها إم كورن فقط، هادشي اللي عارف. وهاد البلاصة هادي اللي كاينين حنا فيها دابا، هاد البلاصة هادي اللي كاينين حنا فيها، يعني هاد المنطقة هادي كاملة. شوف هادي على حساب هاد الكاميرا هادي، شوف هاد البلاصة هادي اللي كتشوفوا بين عينيكم كاملة، وطلع مشات هكا يعني حتى ما نعرف حتى داك الجبل اللي وريت لكم اللي كيبان من الجهة الأخرى. المهم دابا أنا كاين في هاد البلاصة هادي، هادي كاملة هاد البلاصة هادي دارت من هنا. هادي كتسمى يعني كيقولوا لها متيوا، اما بالنسبه ولكن متيوا يعني هذه المنطقه هذه كامله، ولكن هي راه مقسمه. هذه البلاصه هذه دابا حاليا اللي كاين فيها انا، وما عارفش شنو سميتها، يعني ما عارفش انا هذه البلاصه هذه، عمرني جيت لها. المهم على كل حال يعني شوف الدنيا هنا كيفاش دايره. شوف هذا الزرع، شوف تبارك الله يعني كبر، ما شتا هذا العام كانت مزيانه، يعني صبت الشتا بزاف. شوف تبارك الله كيفاش داير هنا الزرع، شوف الدنيا كيفاش دايره هنا، شوف الأراضي ديال الناس عاوتاني. صافي هادشي اللي كاين. دابا غادي نمشيو لواحد البلاصة أخرى، غادي نمشيو حدا الدار داك الصديق ديالي، غادي نصور لكم تما شي مسائل واعرة اللي ما كايناش في داك البلاصة اللي كنت فيها من قبل. ايوا صافي هذا اللي كاين يعني دابا. غادي المهم انا غادي نبقى غير هنا، جيت انا لهنا لهاد البلاصه هادي، يعني بعيد عن الدار واحد 200 متر تقريبا، جيت لهنا باش كتبان لك الدنيا هادي كامله. جيت غير نشوف شنو كاين هنا، ندوز هاد الوقت هنا. دابا نمشي للدار مع داك المغرب تقريبا، نمشي ندخل للدار يعني نجبر داك الصديق ديالي جا في الليل. صافي نبقاو تما في الليل، حيت كما قلت لكم هنايا ما كاينش يعني مثلا شي قهوه ولا يعني شارع ولا ما نعرف شنو تقدر تمشي له، يعني ما كاين حتى حاجه. كاين يعني صافي في الليل كينعسو هاد الناس بكري، هاد الناس هاد المنطقة هادي لا سوا فين كنت أنا يعني هذا في هاد اليومين هادي، ولا هاد ولا في هاد البلاصة هادي. يعني هاد الناس، هاد الناس ديال البوادي، ديال هاد البوادي هادو، يعني كينعسو بكري وكينوضو بكري، مكاينش هنا الصهير حتى لطناش الليل ولا الوحدة الليل ولا ما نعرفش، إلا اللي ما عندو شغل يعني هذاك خلاص كيقيل نهار جالس ونهار ناعس، هادوك يعني ما عليهم هضره. اما الناس ديال اللي خدامين وهذا كاين سكري 6 ديال الصباح كتلقى كلشي فايق، كلشي مشى للعمل ديالو، ما تلقى حتى شي واحد في الدار. دابا تمشي لاي دار هنا كتلقاها خاويه، الناس مشاو يخدموا يفلحوا يشوفوا الفلاحه ديالهم، يحيدوا يجمعوا العشب البقار ديالهم والمواشي اللي عندهم في الدار وهذا. غادي نمشيو للدار غادي نوري لكم مسائل واحده اخرى ان شاء الله. انا كن صافي هادشي اللي كاين، يلا حتى نمشيو للدار عاوتاني نصورو تما شي مناطق ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم. شوف اللي بغيت نوريكم هنايا حدا الدار، الدار هي اللي بغيت نوريكم انا. شوف هذا الجلبان، هذه هي الجلبانه. شوف تبارك الله شحال كاين هنا ديال الجلبان، وكاين هنا هذاك البلاصه راه هي، هذاك البلاصه راه هي فيها الفول، فول ولا يبان ما عرفش على حسب كل واحد وكيفاش كيسميهم. هنايا شفت تبارك الله شحال هنا، عرفتي هادو شحال حيدو منهم، تبارك الله حيدو منهم بزاف هاد العام هنا. شفتي تبارك الله شحال كاين هنا، هادو كاين هنا هاد 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 الجلبانه هادي، وكاين هنا دايرين هنا العدس، حتى هنا كاين هذا العدس عاوتاني. وكاين في داك البلاصه راه هي، غادي نمشيو ليها من بعد، غادي نمشيو لداك البلاصه هذيك فيها فيها النعناع، فيها القزبور، وفيها المعدنوس. انا غادي نقول لكم علاش هاد علاش هاد الشيء كاين هنا. وهذوك الناس اللي كنت ما عندهم من قبل، هذيك تما كنت عند اختي، هذيك اختي وداك الناس علاش ما دايرينش بحال هاد الشيء هذا. السر مورا هاد الشيء هذا كامل هو الماء، يعني هاد الناس هادو حافرين البير هنا. انا نسيت شوف بلاتي، كاين هنا كاين هنا البير هاتي.
هذا بير وهذا بير وهذا كاين. المهم هنا كاين ثلاثة ديال البيور، كاين هنا ثلاثة ديال البيور هما باش كيسقيو هادشي. هذا هادوك الناس اللي كنا عندهم يعني ما عندهمش الماء بزاف، يعني الله كيلقاو الماء باش يعيشو هما. هادو عندهم الماء تبارك الله، يعني عندهم شوية ديال الماء، يعني هذا هو السر مورا هادشي هذا كامل. شفتو هاهي ها هو الفول هنايا، شوف شفتي تبارك الله قداش كاين تما. شوف هادي الجلبان عاوتاني، شتي هادشي واعر سبحان الله، هنايا هادشي واعر ما شاء الله. صافي هادشي اللي كاين هنايا، هادشي اللي بغيت نوريكم. صافي كما قلت لكم يعني غادي ندوز انا النهار هنايا، وهادشي اللي كتشوفو، شوف هاد الشجر هادو اللي كتشوفو هنا كامل لوز. شوف شوف هذا، شوف هاد الدجاج هذا. صافي الى هنا ينتهي هذا اليوم. الحمد لله اليوم داز في سلام، شفنا منطقة جديدة، يعني شفنا هاد المناطق هادي. صراحة هاد البلاصة هادي حسن من داك البلاصة اللي كنت فيها من قبل. البلاصة هادي جات في شكل فيها الخضورية بزاف، يعني فهمت في هاد اللوز هذا. شفتو كيما شفنا قبيله داك البلاصه اللي هي عاوتاني في هذاك المناطق هذوك مزيانين. وصافي غادي نبقاو هنا. شوف هاد البلاصه هادي غادي ندوزو فيها تقريبا شي اسبوع، تقريبا اسبوع اللي غادي ندوزو هنا، ولكن ماشي يوميا هنا يوميا. المهم غادي في هاد البلاصه هادي غادي ندوزو تقريبا اسبوع، غادي نمشيو لبلاصه واحده اخرى. المهم فين ما مشيت غادي نديكم معايا، ما تخافش ما غادي نمشيش بوحدي، فين ما مشيت غادي نديكم معايا. بالنسبه لليوم يعني هنايا تلا اليوم دابا انا كاين هنا في السطح، دابا انا كاين هنا في السطح، يعني كما كتشوفوا البلاصه مور. شوف هاد البلايص هادو، هاد الشجر هادو اللي كتشوفوا مورايا كلهم هادو، هادو ماشي شجر عاديين، هذا اللوز. هادو في وقت اللي كيكون فيها اللوز، الوقت اللي كيكون اللوز داير يعني في الفصل ديال اللي كيكون فيه اللوز، يعني ما شاء الله دوز هنا كلشي لوز تبارك الله. يعني هاد الناس كيجمعوا كيجمعوا واحد البركه ديال اللوز في الوقت ديال اللوز. المهم كما قلت لكم الى هنا ينتهي هذا اليوم. صافي الحمد لله، حتى نشوفوا عاوتاني غدا فين غادي نمشيو. وحنا هنا يعني فين ما مشيت غادي ندي معايا الكاميرا. انا صراحه الناس هادو يعني كيشتغلوا هنا في الاراضي وهذا، دونك انا ما عندي حتى شي شغل. الناس اللي عارفين يعني الخدمه سالينا منها، غادي ندوزو هنا شويه ديال شي ايامات هنا، غادي نرتاح فيها، غادي نبدل الجو، غادي نرتاح شويه. ومن بعد ديك الساعه نرجعو عاوتاني للمدينه ديالنا والدار ديالنا ونشوفو شنو كاين تما. يلا نخليكم في امان الله، خليكم معنا ونشوفو عاوتاني غدا كيفاش غادي يدوز غدا ان شاء الله بحول الله. نشوفو فين غادي نمشيو، شنو غادي نشوفو، شنو كاين، يعني شنو كاين الجديد، واي حاجه يعني كما كتشوفوا اي حاجه مشيت لها غادي نصورها لكم ان شاء الله بحول الله. نتمنى انني كنكون صور لكم شي فلوقات. المهم هادو اول مره يعني كنصور فيها لي فلوق، يعني ربما التصوير ماشي هو هذاك، ربما يعني الطريقه اللي كنتكلم بها انا امام الكاميرا ماشي هي هذيك، يعني حاجه عاديه يعني حيت ما مستنش انا كنتعامل بهذه الطريقه هذه، ما مستنش انا كنصور لي فلوق ولا فهمت. وشويه بشويه يعني من بعد انا ملي غادي نكون كنمونطي ولا غنكون كنتفرج انا في راسي، غادي نرجع انا نتفرج في راسي وغادي نشوف الاخطاء اللي درت. مثلا ما كاينش هنا يعني شي اخطاء، حنا يعني عندك الكاميرا وكتصور هذا العالم هذا. صافي هادشي اللي كاين. يلا المهم ما نطولش عليكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كما كنقول لكم دائما ما تنساوش لي لايك الفيديو، حاولوا انكم تبارطاجيو هلا فيديو. نتمنوا يعني لاشين ديالنا تكبر ان شاء الله بحول الله، باش ديك الساعه نزيدو نتحمسوا اننا نعطيكم شي حاجه احسن من هادشي هذا ان شاء الله بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.